السلام عليكم، مساء الخير يا أصدقاء. كمل مع لعبتنا أكتوبات ترافلر 2. نحن في حاليا في ستروم هيل وينترلاند. في اللي هي شو أقول لكم، شلون نجيبها، شلون نطلعها؟ ليرن سكيل حقت الحبيب هذا، هذه هي ليرن سكيل، ديل ثلاث سكيلز ليرن ديورنج تشالنج تو ايد يو ان باتل، اللي هو المهارات اللي تعلمها من الشخصيات، لازم تقضي على الشخصيات على اساس. طبعا هذه عند هيكاري بروحه واحده من ال تضغط هنا. طبعا السيف هذا شو، خلينا نشوف 319 الاتاك، يعني قوي حيل اتوقع، بس طبعا اذا اخذناه راح نفشل لان 80% المفروض تكون من 90 وفوق، او يعني 85 89 وفوق 100% وممتاز. السيف هذا قوي، لكن حنا مو علشان السيف، حنا علشان اللي هي بوست فروم بيهايند. شوف السترينث 8 درجة الصعوبة حقتها 8، هذه ليرد سكيل حلوة ياخذ، لازم تقضي عليه علشان تاخذ مهارته. لكن اللي افضل منها موجودة تحت، طبعا تحولها الى ليل عشان تقدر تستخدم اللي هي المهارة هذه. لازم ندش على واحد عشان اقول ايه الاخ العزيز هذا، تحولها في الليل بعدين امبش عشان تنومه، لكن حنا نقصد هذا اللي برا الباب لان هذا مسكر الباب هذا، اوكي، فتنومه عن طريق الامبش وبعدين علشان تقدر تدش الغرفة. نومت الحارس هذا اللي عند الباب، تحول الى النهار عن طريق R2 وتدش، راح نلقى واحدة من اقوى الضربات اللي ممكن يتعلمها هايكاري اللي هي ليمب فروم ليمب، درجة القوة حقتها 7، طبعا اللي هو الفارس فاللي قبل شوي أقوى منها، لكن هذه ليمب فروم ليمب قوية حيل، تصلح حق الزعماء لغاية نهاية المرحلة، ممكن 100 إلى 150 ألف ضربة واحدة تجيبها. عرفنا مكانهم، خلنا أرويكم اللي هي هني. شلون توصل هني؟ طبعا توصل حق مونت وايز، بعدين تدش عند المفترق الطرق، بعدين تصعد فوق راح يكون فيه واحد مسكر الطريق لانك يقول لك الليفل 36 او كذا. طبعا قوي نفسك ليفل 40 ليفل 45، انا يعني ثرون هي القائده 51 والباقي الفريق من 43 فوق، فانت راح تكمل وبعدين توصل للنقطه هذه وبعدين تدش ستروم هيل. وطبعا مثل ما انتم شايفين فيها قصه حق هايكاري الفصل الرابع، وقصه حق اوشيتا، وقصه حق تومونس. زين، وهذا مقطعنا اليوم، عرفنا مكان ثنتين من اقوى الضربات السكيل اللي ممكن يتعلمها هايكاري. نشوفكم في مقاطع ثانيه باذن الله.